ذلك جاء الحق فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قلنا إن كل نداء يصدر بيا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان. لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه، وإنما كلف من آمن به. فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا، قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به. فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا، وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان. إذن فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا. استعينوا، معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك، وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما طلبت معونة. متى تطلب المعونة؟ عند عدم القدرة. يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك، فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع؟ استعن بالقادر الذي لا ينفذ قوته. إذن فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة، وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء. ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا، فلا تكون مؤمنا به وتستعين. يبقى استعينوا بالصبر. كلمة استعينوا دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية، وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة. كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان، وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه. فهو لا يمنين بطريق مفروش بالورود. إن لكم مهمة، مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق، ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل، والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق. فستواجهون عنفا، وتواجهون شراسة، وتواجهون مكرا، وتواجهون كيدا. إياكم أن تخوروا، لأن لكم مهمة. هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض. وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونهم، ولن يسلموا لكم الراية يسيرا، بل سيتكالبون، فكونوا أنتم أشد منهم قوة. واستعينوا بالصبر. الحق سبحانه وتعالى جب استعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة. اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس، فاستحمل صبرك عليه، وتتطلب أيضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها، فهذه أيضا تتطلب إيه؟ صبرا. يبقى إذن تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة، وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي. فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه؟ شق، ومنهي عن عمل ترى أنه حلو. يبقى أنت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين. صبر على مشقة الطاعة لتفعلها، وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها. ولذلك
تجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بايه؟ بالشهوات. يبقى انت تريد ايه؟ صبر على المكاره بتاعة الطاعة وصبر على ايه؟ على الشهوات. صبر على الشهوات اللي انت هتفوتها بالايه؟ بسلب المعصية عنك. استعين بالصبر والصلاة. الصلاة قلنا انها هي الركن الاسلامي الذي يدين للانسان اعلان الولاء لخالقه. اعلان الولاء لخالقه. وقلنا ان الانسان المخلوق لله ساعة يجيء كل يوم 5 مرات في حضرة الله، كما تذهب انت باي آلة من الآلات لمهندسها كل يوم 5 مرات، ماذا يكون الموقف؟ آلة تعرض على من صممها كل يوم 5 مرات، أيوجد فيها عطب؟ لا يوجد فيها عطب. وأنت صنعة الله، المهندس مادي خلاص والآلة مادية، فيأتي ليعمل عمل مادي، سلك مش أي حاجة، لكن الله غيب وملكاتك غيب. إذا عمل الهندسي في تكوينك هيبقى غيب، ما تقولش هو عمل فيه ايه. ليه؟ لانه ايه؟ لانه غيب. استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ان الله مع الصابرين، المعية هنا معية ايه؟ معية تأييد، معية نصرة، معية معونة. وقلنا ان احداث الحياة والمصائب من الأحياء لا يمكن أن تتسلط على النفس إلا إذا انعزلت النفس عن مصدر قوتها. لكن إذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلن تتسلط الحياة ولا رجال الحياة على النفس الإنسانية. وضربنا مثل، اذكروا جيدا، أن الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان، فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذن فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا، إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حادثة لقوة حادثة، إنما قوة حادثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذن فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان، جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد، فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي هجرها اليهود. وبالزكاة، وقلنا الزكاة معناها انه يوجد حركة اتسعت لحاجتك ولحاجة من تعون وزادت، فبذلك لا تحتاجون الى اقتصادهم. حركتكم في الحياة لتؤدوا الزكاة، مدام عايز تريد ان تؤدي زكاة، مدام عايز تريد ان تؤدي زكاة يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجة من تعون وتزيد او لا تزيد. تزيد. يبقى اذا اراد ان يصلحهم بالامرين، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان احداث الايمان وخصوم الايمان ستتطلب من المسلمين مشقة عنيفة قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في اموالهم. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي المؤمنين في هذه البيئة
مناعة ضد كل هذه الأشياء. سبحان الله. فجاء بالصبر وجاء بالإيه؟ صبر. بالصلاة.